اخوان الافاضل، للاسف دائما دائما اعلامنا يتعمد انه يستضيف من كلاب النار، يستضيف اعداء الاسلام، يستضيف الحاقدين على الاسلام، يستضيف العلمانيين والدجالين. واذا سالت العلمانيين انتم ليش تستضيفون هالناس؟ هذول ضد الدين، هذول اعداء الدين. يقول لك لا يا اخي، الراي والراي الاخر، حريه الكلمه. طبعا هذه من شكلها يبين انها انسانه ليبراليه وانسانه علمانيه. شوفوا معانا ايش قالت عن الحجاب والمحجبات. ليش تعتبرين المفروض يعني ليش تعتبرينه منظر كئيب اذا هو مره ثانيه حريه شخصيه؟ راح يردون عليك البعض يقول لك هي اولا حريه شخصيه، ثانيا حسب معتقد كل انسان فهو يرى هذا نوع من انواع الالتزام الديني. هو لابس يعني هم ما عملوا عمل فاضح ولا مسوا اي شخص، مجرد ان لبسوا عبي وحجاب. وين المشكله في النهايه حتى لو كان لا المشكله انا بالنسبه لي أي. منظر كئيب. وسبحان الله شو تقول؟ منظر كئيب، يا قرف يا قرف، انتم مقرفين. اللي تلبس الحجاب والنقاب صاروا كآبة، صاروا كئيبين. وطبعا هذول دائما يتكلمون عن الحرية، التعري حرية، الحجاب لا ملوخية، الحجاب حرام، كآبة يا اخي، قرفتونا، ارهاب، تطرف، الله ينتقم منكم. بس نعم نعم، الله يفضحك ويفضح اشكالكم يلي تكرهون الحجاب، تكرهون العفة والفضيلة. نعم كل شيء حرية عندكم في الحجاب. لا 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 لا، ايه القرف ده؟ نعم اخواني الافاضل، كل شيء عندكم حرية الا الاسلام. كل شيء عندكم حتى افلام السكس عندكم حرية. حجاب شرف، عفة فضيلة. لا 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 لا، تخلف تخلف، قاتلكم الله. عموما شوفوا معاي المقطع هذا اخواني الافاضل حق عجوز النار، عجوز نار مصر. شوفوا معاي كلامها المقرف مثل شكلها اللي اقرف. وبعدين المرأة ليه لماذا تتحجب؟ ده كيف نفكر هنا بقى؟ المرأة بتتحجب ليه؟ يقول لك عشان الرجل عينه شهوانية فيبص لها فتفسد الأخلاق. طب ما الرجل اللي عينه شهوانية ده اللي يحجب، يعني ده اللي عينه تحجب المفروض أو تتخلع، تتخلع عينه. يعني الرجل الذي ينظر إلى المرأة بشهوة في الشارع ده لازم يا إما نغطي عينه يا نخلعها لأنها فاسدة. سمعتوا معاي أعزائي المشاهدين؟ تقول مثل ما يروج، سبحان الله، كوبي بيست. العلمانيين والمطاقيع هذول كلهم نفس الكلام. المرأة تتحرى، المرأة تتعرى حرية، الرجل يطالع لا 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 لا، بطوا عينه مثل ما قالت، اقلعوا عينه. كلاب كلاب، حيوانات الأنجاس هذول. يعني المرأة تتفسخ تلبس اللي هي تبيه حرية، الرجل لما يطالع. طب ليش الرجل ما يطالع؟ مش حرية؟ حرية ولا ما بحرية؟ خلوني أطالع يا أخي، ليش أنا تقلعون عيني؟ ليش لما الرجل يبص حرام وممنوع وتحرش؟ طب المرأة لما تتعرى مش تحرش، يا أنجاس يا قذرين يا قرود. يا ما تعرفين أن أعلى نسبة تحرش في العالم في أوروبا وأمريكا؟ ما تعرفين يا شحرورة يا عجوز يا شمطاء ان اعلى نسب اغتصاب في العالم في اوروبا وامريكا؟ ما تعرفين ان الدول اوروبا وامريكا هم ملوك الدعارة، ملوك افلام السكس، ملوك المثليين والشواذ الجنسيين، ملوك زواج المرأة اللي تتزوج من كلب، الملوك الممارسة الحيوانات مع البهايم. اكثر ناس في العالم عندهم عيال حرام، اكثر ناس عندهم زنا، أكثر ناس عندهم تحرش بالأطفال بما يسمى البيدوفيليا. هذول أعداء الله وأعداء الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعداء الشرف، وأعداء الإسلام، وأعداء الفضيلة، وأعداء لكم يا بنات يا بنات. والله ما في أحلى من الشرف، ما في أحلى أنك تكونين إنسانة شريفة وعفيفة، والحجاب فرض.
الحجاب فرض، لا تخدعك واحدة عاهرة وتقول لك ان الشرف مو بالحجاب. اتمنى رسالتكم وصلت.